كافر. ايه ده؟ ليه كل ده عشان سرقت؟ ايه يا جماعة ده ما كانش كيس فضة كنت عايزه كل ده. صبح الجيل وكل جيل ورجعنا تاني مع بعض واحنا النهاردة معانا واحنا النهاردة هنبدأ في تختيم لعبة انا مستنيها جدا وتقريبا ختمت كل الاجزاء بتاعتها قبل كده وهي لعبة Assassin's Creed Mirage اللعبة الجديدة اللي هتكون في العراق ان شاء الله. انا متحمس جدا جدا للعبة دي وحابب في بداية الستريم او الفيديوز اللي هتنزل ان نشكر Ubisoft جدا ان هم ادونا الفرصة ان احنا نلعب اللعبة دي قبل ميعاد نزولها كمان, فشكرا جدا Ubisoft. ويلا بينا نبدأ في Assassin's Creed Mirage. بسم الله. هنلعب اساسن كريد بالعربي واياد نصار عامل صوت كاركتر, مش عارف المين كاركتر ولا كاركتر تاني, هنشوف. تحذير, اقرا اولا. يوبي سوفت تم تصميم وتطوير وانتاج هذا العمل الخيالي المستوحى من احداث وشخصيات تاريخيه حقيقيه على يد فريق متماش. شكرا. العلامة بتاعت الأساسن اللي بالخط العربي دي شكلها حلو قوي, والمزيكا شكلها حلو قوي. فكرت النور من الحل سنست اون يا عم اون بلود بلود بلود. احنا هنخاف كل حاجة ينفع تبقى عندك عربي هاتها يا ابني عربي. العربية الساوند فويس لانجوج العربية سب تايتل لانجوج العربية. السراب اوه بيبي مزيكا حوار مبدئيا كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. مزيكا حوار, سيبك انت المزيكا حوار. سئلت ذات مرة عن الذاكرة, كذبت وقلت انها ضاعت, خشيت من تعلم الدرس الخطأ, لكنه عاش مختلف ظروف وسنتعلم منه. عندما جاء إلينا لم يكن أكثر من لص عادي يجتهد لينجو في شوارع بغداد ويحلم بالأفضل بصراحة. ليس لنفسه فقط بل لكل المهمشين الذين رآهم يعانون. فبينما عاش في عصر ذهبي في قلب الخلافة العباسية وذروتها, فإن خدشت سطح المذهب لوجدت العفن أسفله. سعى تنظيم القدماء لفرض سطوته وإبراز وحشيته في البلاد. كمستترين كما لقبونا قاومنا وضربنا عدونا في الخفاء صراع أبدي. منذ قرون كان في قلب الصراع باسم بن إسحاق, شرف العقيدة تحداها وعلينا الاقتداء به. جميعنا يخلط بين الظلمات التي نسلكها والنور الذي نخدمه. قد يأتي الوقت الذي نمتحن فيه مثله. حلو فشخ الجملة اللي فاتت. أخشى أن ذلك الوقت وشيك. أيوة ده نفس باسم اللي كان في فالهالا, بس دي بريكول بقى, ده باسم قبل فالهالا. برفق يا باسم تنفس. أكان الجنية مجددا؟ وماذا أراد صديقنا هذه المرة؟ أن ينتزع اللحم عن عظامي؟
أن يتغذى على أحشائي؟ إنه لا يتكلم كثيراً لكنه يترك أثره. لا يد نصار. ما زلت أشعر به يزحف على جلدي. أنت تعرف أن ذلك مجرد وهم. انسي أمر الجني الآن، إنه يوم جديد ولدينا عمل لننجزه. ترك درويش عقداً آخر. لمن؟ هم مجدداً؟ لجنينا مالاً أكثر لو جلبنا التمر إلى هجر. كفى يا نهال، أين ما يمليه عليك الواجب؟ لن يملأ الواجب بطوننا. صحيح، لكنه سيثري وجداننا. يا حنين سأخرج. يا عم عايزين ناكل يا عم، وجداننا إيه بس؟ قلت لنهال إذا سرقتها فسيكون بيعها مستحيلاً، لكنها لم تستطع أن تقاوم. لا أفهم لماذا تستهويها هذه الحلي العتيقة إلى هذا الحد. باسم حرق قدميك. حاضر يا ست البنات، بس بقلب البيت وجاي. بناء أعظم المساجد لا يلزمه سوى بضع أدوات بسيطة. عسى أن تواصل إلهامي بحكمتك يا أبي أينما كنت. يستمر ضوء الشمس في الانحسار. فلنعجل قبل أن يطول بدرويش الانتظار، لن أتحمل منه عظات أخرى. العقود التي أثقل بها درويش كاهلك ليست بالقليلة. يثق بأنني سأفعلها. درويش أخويا وأعمل له أي حاجة. أنك تحظى بثقته، لكن هل تظن أنك تحظى بثقتهم؟ أعني هذه الشخصيات الغامضة. أرجو ذلك بعد كل ما جرى. عليهم إثبات ذلك. شنا ماشي هذا صغير يلا. المخاطر كلها ولا يقدمون إلا القليل. إنهم محررون يا نهال، ليسوا تجارا. أعرف هذه القصص. الأنبار ولاية بغداد عام 861 ميلادي. لابد أن يكفي ثمن الحرية طعامنا. أي أجري. يلا نهال أنا وراك يا بشأن هذا العقد، لا أريد منك أن تشعر بالضيق من كلامي، إنما أرجو مصلحتك فحسب يا صديقي. لا مانع من التصدي لمضطهدين كما يفعل المستترون. هل تظن نفسك بطلاً من أبطال الغد؟ جلجامش القادم؟ لا، لست سوى ابن خادم للخلافة كرس حياته لتحسين أوضاع قومه، فقط ليهمش وينسى. لكن يشرفني أن هذا ظنك بي، لربما أنوي أن أكون مثله. ليس ذلك ما قلته على الإطلاق. ذلك ما سمعته. بص، خد أي تريقة بتتوجه لك وحولها. يا لهذه الحشود، لابد من أن هناك أمراً مهماً. لقد استدعوا الخليفة إلى قصر الشتاء، ومن المؤكد أن حاشيته الثرية هي التي تقود هذا الحشد. أنا حاسس أن اللعبة دي أكتر حاجة هتعجبني فيها المزيكا، فأنا لعلهم في حالة مزاجية مناسبة لتقديم التبرعات. أفهم ما تعنيه، قليل من خفة اليد لشحذ ذكائنا. إذا لم يكفي العقد لإطعامنا فربما ستفعل الخلافة. ترك التاجر كيس نقوده على الطاولة، إنه هدف سهل للبدء. أنا مش حرام يا تيمور، مش مستاهلة رؤية الصقر خالص والله. سلام عليكم. يحسن به المغادرة قبل أن يلاحظه. سلام عليكم. مس مس، أنا ما لصش والله. عليك الاستعداد، سأنشل ما معهم. عين ثاقبة ويد رشيقة، صفتان لا يستهان بهما. أنا مكي. أنا بص يا نهال، أنا شوية وجاي. إيه الحمار اللي أنا دخل في وسط تصدق أن أنت حمار قليل الذوق؟ حظي زي الزفت، أول ما جيت استمتع بحاجة طلع في وسطها حمار على طول. قول أنا واقف هنا شوية. أتغير ولا استكيت في الحتة دي؟ سلام يا باسم. سلام يا حبيب قلبي، عندنا حجز كرة بكرة. هناك ذلك الرجل المزعج، لابد أن لديه شيئا ذا قيمة. سرقوا ازاي ده بقى؟
بص استخدم رؤية الصقر للعثور على الأمانة. أنا شايف الكيس مدلدل أهو من زومبته. تنمو محتواها السمين عند الاقتراب، اضغط على اي لمحاولة النشل، اضغط على اي مرة أخرى في الوقت المناسب. أوكي السلام عليكم. أنا مش وقح ولا حاجة، لا من غير حرس ولا لسه ولا حاجة. استنى بس، أنا ما خدتش حاجة والله. أما لو كنت نجحت كنت عملت فيها إيه؟ اجري يا بيت يا نهال، اجري يا نهال. الله لا أرجع أسرقك تاني. جيد، لكن إياك والغرور. أنا أستأذن أنا كلب. أنا كلب الجبان فعلا، بس مش هموت يعني. مش نهال عملت من بنها. استنى نرجع للراجل تاني عشان انزل عليه اطقطه. شافوني؟ يا جدعان استنى يا جدعان لسه. قاتل ايها الدوده. لا مش هدوء. ايه يا شباب انتوا كترتوا ليه فجاه كده؟ هو اكمني غلبان معيش حاجه دافع بيها عن نفسي. كافر ايه ده؟ ليه كل ده عشان سرقت؟ ايه يا جماعه ده ما كانش كيس فضه، كنت عايز كل ده يا عم والنبي. انا اهو. سلام عليكم. عارف يطلع لي؟ طلع لي. شايف يا شباب؟ والله كبرت الموضوع، والله كبرت الموضوع. ممكن اروح احاول اسرقه تاني. عندي مهم. راقب سيدك ايها الكلب. وليه في قله ادب كده؟ انت عايزان نسرق دي؟ اوكي. ولا 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 ركبوني الجمل ده اي حاجة. طيب ايه الحماس ده؟ يلا سرقة بسرعة بقى. انتوا خايفين مني ليه يا شباب؟ انا مش عارف ادوج ازاي ولا فايت ازاي ولا موتني. تسلم ايدك. نبدأ على نضيف بقى. ممكن نسرق صح بقى المره دي. مش عارف ايه كيس الفضه اللي انا كنت عايز اسرقه ده. ده ايه فضه ايه يعني؟ ولا يا باسم انت لو باسم مرسي مش هتعمل التاكلينج ده. يلا بينا ننزل نسرق. ربنا وفقنا. تعالوا نجرب ايه نفقد ده الوعي. بس كده بس كده بس. عامل ليه سيبه يا عم؟ يا عم ارميه هنا. الحياة ألطف كتير. أي أنت تأمرين يا الانتباه. أنا هقعد. هذا حديث الغيرة؟ قليلا يا لص أكياس النقود العظيمة. يا لثقة للظل. هيا لقد تأخرنا على درويش. يلا بينا على درويش. هي فين نهال؟ مرحبا. أنا لسه سارق يا جماعة. أنا حرامي. أنا مش عارف أنتوا حابيني ليه في المدينة دي وأنا أصلا حرامي كده. ما شاء الله. ده الماركتينج في العباسية. فين يا ست الكل يا درويش؟ صوت اياد نصار جميل حقيقة. دي حقيقة. انا معجب بالعربي بصراحة قوي. يعني شكله متعوب فيه المرة دي. اوه الله. تعالي يا قطة. بص القطة دي يا كريم. أدا أنا متحمس أشوف درويش ده والله. قابل درويش. وريني يا عم درويش. إنه باسل. أنا ممثل. يا أولاد. أي حبيبتي أهلا وسهلا. تحياتي. كيف الحال؟ الحمد لله. عم درويش فين بقى يا بابا؟ تبدو عليهم أمارات النشاط. يا فهمي. فهمي. لقد وصل الخليفة مع حاشيته. هل رأيتهم؟ لا لم أرهم. لكنني التقيت ببعض تجاره في الأسواق. أما أنا فرأيته. الخليفة المتوكل أضخم مما تخيلت. إنه فارع الطول. هذا لا شك فيه. إنه يلتهم الطعام المعد بأجود أنواع التوابل، ولا يسع كلانا سوى أن نتمنى تذوقها يوما ما. سمعت شائعات عن قدوم زائر مهم، لكن لا أستطيع أن أقول ممن. أخصمت أن أكتم السر. دعني أخمل. جدع هذا فهمي. ابنة حارس القصر. عرفت ذلك؟ يا خلبوس. عندما تقول إنك ذاهب إلى جلب الماء، إنها طيبة، صديقة وفية لك، ومن يدري
ربما تكون أكثر من ذلك يوما ما. ولع الدنيا فهمي يا أبونا. أنا جاد، ستجعلك في مأمن من المشكلات، يمكنك الاستفادة من ذلك. أراك لاحقا يا فهمي. فهمي أنا مدياني فهمي دي سنسمعها اليوم. الطوال منهم بالتأكيد. كيف حال ركبتك يا أمين؟ تحسنت كثيرا، استرحت بضعة أيام كما قلت لي. ما دمت تتحسن كل يوم عن سابقه وتحرص على ألا تجهد نفسك فوق ما تطيق فسوف تستعيد عافيتك. هل حدث لك ذلك من قبل؟ ألهذا عرفت طريقة علاجه؟ الجروح والكدمات ليست غريبة علي، فتعلمت تجنبها، وعليك تعلم ذلك. إذا سمحت لي، نعلك مهترئ ولا يمكنه الثبات جيدا على الأرض، إن ركبتيك تتلقيان الصدمات عند الحركة. علينا أن نجد لك نعلا أفضل يناسب قدميك، لكن هذا ليس سهلا. المساجد تمتلئ بها، أثق بأنني سأعثر على نعال أفضل هناك. تروح تسرق الجامعة؟ رأيك يخالف ذلك؟ هتروح تسرق؟ لا تنتظر مساعدتي، سيكون ذلك الأمر بينك وبين الله يا صديقي. أسرقت شيئاً مفيداً اليوم؟ أهلاً باسم، تعال هنا، تعال. مين اللي بتندفع؟ إيه يا حبيبي؟ أنا محبوب من الأطفال قوي، سبحان الله. الفرخة دي بتعمل إيه؟ ورينا يا عم درويش. سلام عليكم. ايه ده؟ ايه الشنب ده؟ ويحك ويحك ويحك، ها قد جاء الفتى الكسول، لقد كنت في انتظارك. كان على احد تدبير الطعام. مهلا. طعام، ما كنت لأختال بذلك المال في الأسواق، ثق بي. اذهب إلى زائدة، إنها تستخدم الكثير من الزبد. إنها تفعل ذلك حقا. تبدو منهكا، هل أنت بخير؟ أمر هين ستعالجه مغامرة صغيرة. ماذا يريدون؟ دفتر شحن بحري في الميناء، لا قيمة له في حد ذاته، لكن المعلومات المدونة فيه شديدة الأهمية عندهم. منتهى السهولة، أليس لديهم ما هو أصعب من هذا؟ يمكنني القيام بالمزيد. دع عنك التفاخر، حراس الخليفة هنا بأعداد كبيرة، وحري بك تذكر ذلك. إنك تهتم لأمري الآن أكثر مما كنت تفعل في بغداد. اهتمامي لأمرك لم يتغير، لكنني كبرت وأصبحت عاجز عن إخفائه. فلتحضر ذلك الدفتر ولتفعل ذلك بسرعة. درويش كلمني أحسن من كده بالله عليك. نحن لم نتحدث عن أجري. أوبه أيوة، من إمتى وبيننا فلوس؟ ليس قبل إتمام العمل، إنك تعلم طريقتهم. لا درويش تحسه مش سالك. ما هو إلا رسول، وأنت مجرد ساع لذلك الرسول، فلتقم بهذه المهمة بنفسك. أنا هالمالك يعني هالمالها كده يا مطيعة؟ أين ذهبت ابتسامتك؟ ماذا حدث لك؟ لا أريد الحديث عما حدث. لكنني لن أغادر حتى أسمع منك الأمر. عرفت أنت محبوب ليه بس. من يصد رياح البؤس التي تهب من مأوى درويش؟ هل هو المسؤول عن غيوم الكآبة التي تعلوك؟ صرخ في وجهي ونعتني بالغبية الحمقاء لأنني أغضبت بضعة حراس دأبوا على مضايقتي. يا لقسوته، لو كنت مكانك لفعلت الشيء نفسه. هل سيأمرني بالمغادرة؟ يا مطيعة، إنك لا تعرفينه كما أعرفه، لن أقول إلا هذا. قد يبدو درويش غليظ الطبع، لكنه طيب القلب، إنه يحاول أن يحميك فحسب، لكن لا بأس بقليل من الانتقام. ماذا يمكن أن نفعل؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ في الغد حين يعم الهدوء سنصعد أعلى مبنى قريب ونرمي جدرانه بالحجارة عندما يحاول أن ينام. فكرة ذكية، أراك لاحقاً يا باسم. أراك لاحقاً في الأزية إن شاء الله. هو من الواضح أن باسم وهو طفل صغير كان زي مطيعة كده، برضو طفل صغير عند عم درويش، فعشان كده هو بيتكلم على درويش بمحبة أكبر بكتير من ما طيب الدرويش. باسم أنت وحدك في هذا. خلاص بقى، يعني هل ما أنت قلت أني أنا لوحدي؟ خلاص بقى هروح لوحدي، مش عايز من وش أمك حاجة. لم يذكروا أي شيء آخر عن الدفتر أو لما يريدونه؟ قلت لك كل ما أخبروني به يا باسم، وكالعادة إنه يكفي. لماذا تسأل عن ذلك؟ أريد أن أعرف بالضبط ما أنا بصدد المشاركة فيه. لقد بذلت جهدا كبيرا من قبل لتيسر لهم السبل، ولهذا سأنقل رسالتك إليهم. خوفي الوحيد وخبرتي الطويلة يحتمان علي إخبارك به.
ما من أحد يعمل في الخفاء إلا إن كان مضطر لذلك. كان يتقي خطراً داهماً مثلاً، وبالعمل معهم استدعينا هذا الخطر إلى بابنا، وعلينا توخي الحذر وإلا داهمنا. حاول أن ترتاح قليلاً. لا أريد منك أن تغضبي، لقد قبلت العقد ويتحتم علي الوفاء به. لست غاضبة باسم، لا أفهم السبب الذي يجعلك تدير ظهرك لما فيه صالحك وتخدم صالحهم. لا تدين لأحد سوى نفسك. يعني هل عايز أنا أسيب درويش وأشتغل مع نفسي؟ حاول أن ترتاح قليلاً. حسناً. خايف عليا بيبي؟ حاضر، يلا بينا نسرق الدفتر. في حراس بقى وفي ستيلز. ما الحساب النهائي لما استلمناه؟ 16 قفصاً، صندوق واحد، 6 حقائب. كان هناك 3 أقفاص عندما رجعت الدفتر. أمهل المعاونين المسؤولين عنها حتى مساء الغد. إذا لم يحضروا فقد نسوا أمر بضاعتهم. احتفظ بما يروق ناظريك وتخلص من الباقي. انتظر هنا يا بسوم. أتكراوتش يا بسوم. على رسلك. بسكر أقعد أريح. رايح عشان الجو مريح. إذا رآني أحد فسأضطر إلى الفرار. حمدا لله أنني أستطيع أن أسبق أولئك الحراس المتراخين. ممكن أقول حاجة؟ أنا مستمتع بصوت إياد نصار بشكل مش طبيعي. بقول لك يا صاحبي رايح عشان الجو مريح. إيه القفل له؟ ده قفل، ده له بالقفل. إنه مغلق، سيعطلني قليلا. ولا يعطلك يا اسطى، أنت وأنت شوية. فين بقى المفتاح؟ شفنا المفتاح فين؟ المفتاح مع عمه هناك. عمه اللي هناك ده هو اللي مع المفتاح. اوكي. لا تحدث جلبة. يا نهار اسود. مساءك نادي. رايح. تعالى يا صاحبي، عايز اقول لك على حاجة سر. بس كده تعالى رايح. هو كان مكتوب ايه غير ال كده؟ زي الفل. اوه اكل. هاتلي ادي المفتاح، وادي المفتاح اللي عامل لنا دوش. بس ونقدر نفتح من هنا كمان فتحة ايه عشان نعرف نخرج بالشباك. ده حاجة عظمة والله. هناك، لعل ذلك ما ابحث عنه. ما الاسرار التي دونت في هذا الدفتر يا ترى؟ أنا هنكتشف. وما أستطيع الضغط على العجوز المتذمر درويش ليبوح لي ببعض أسرار العرب. حد شافني ولا عشان خرجنا ولا إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل دلوقتي؟ الصوت الفيل اللي حصل دلوقتي ده حصل ليه؟ جالك يا درويشو، أنت زهقتني، دي رابع مرة أشوفك في 10 دقايق. الله، بقرة وخروف. انا عارف انك خروف، مش محتاج تحلف والله، مصدقك. قلت لك يا عم درويش. ده مين اللي عنده؟ مين الاساسي؟ من الجواسيس في المدينه. سارى ماذا سافعل؟ اديتك فلوس قد ايه اللي بتديني منهم برايز؟ انها مهمه على ما يبدو، ساوم على اجر اعلى. صحيح. باسم، في الوقت المناسب احضرته معك وبدون جلبه. الي به اذن. أنت واحدة منهم؟ لبس الشياكة والله. ها هو، يبدو كأنهم أوصلوه صباح هذا اليوم. أوثقة أنه الصندوق المطلوب؟ أنا متأكدة. أعطي الصبي أجره. صبي، إذا احتجت سرقة شيء فأنا المنشود. درويش يضمنني، كلفني بتنفيذ جميع عقودك. انتهى دورك إذن. بوسع المزيد. مات اثنان من خيرة رجالي في مسعاي، ولن ينجح لص شوارع فيما فشل فيه. دعيني أنضم إليك، لديك مكانان شاغران. لقاء هذه الإهانة علي أخذ نصف الأجر. ولا درويش، أنت بتستلوح كده درويش. أنا عايز فلوس درويش. أنت ليه خاضع وخانع كده؟ إن أردت الاستمرار في العمل لدي فعليك الاختفاء وإغلاق فمك.
بقول لك يا درويش انا هسمع كلام نهال واسيبك، ايه رايك بقى؟ احترمنا اكتر من كده؟ خدت نص اجرك يا حول الله يا رب يا حول الله. لما تحرج نفسك بهذا الشكل؟ ما قصدك؟ كانك متسول تستميت ليمنحوك الانتباه. استميت يا نهال؟ انا بارع فيما افعله، ستكون تلك المراه محظوظه بانضمامي اليها. لكنها لا تريدك، انت لست شوارع متسخ القدمين. لما العناء؟ لما تواصل اقحام نفسك في هذا الطريق؟ لان لصوصيه الشوارع ليست اسمى طموحي. لدي ما اقدمه الى العالم غير انامل الرشيقه، انهم لا يدركون ذلك بعد فحسب. اوشكت يا جاسم. ما هذا؟ أها، هذا نبلة. أحدث ابتكاراتي، إنه يساعدني على إبعاد التجار الغاضبين حين يرونني أفتش في بضائعهم. سأعد نفسي ناجيا. رائحتك كريهة، ما هذا؟ كنا نصطاد في الميناء منذ الصباح وكان الحظ عنيدا. الميناء؟ ألم ترى أو تسمع جلبة بشأن صندوق؟ هيحاول بقى يسرق هو الصندوق. صندوق أسود جميل للغاية، عشان يثبت ويثبت إن هو كويس. ضخام إلى القصر. شكرا لك يا جاسم. ما تدينا النبلة دي يا جاسر، الله يرضى عليك. أي حاجة دافع بيها عن نفسي بدل ما أنا سلبوتة كده. ما الذي تفعله؟ تفهم يا نهال؟ إنهم يريدون الصندوق وسأذهب لإحضاره إليهم وسيعرفون قيمتي. لا فائدة من إقناعك، أليس كذلك؟ لنفعل هذا معا إذن. أوه بيبي، إذا أمسكوا بك عند قصر الشتاء فسيقتلونك فورا. نحتاج ممرا آمنا إلى الداخل، وأنا أعلم أين يمكن أن نجده. يلا بينا نهول. هل يمكنك اتباع خطايا على سبيل التغيير؟ ولك نهال، لا تتورطي في هذا يا نهال، أدرك شعورك تجاه هذا الأمر. إنها حماقة مطلقة، لكن يبدو أنني لن أستطيع إيقافك، ولهذا سآتي معك وسأزعجك حتى تقرر ترك فكرة سرقة الصندوق من قصري الشتاء الخاص بالخليفة. أنت لما هتقطعيها لي كده هتقتنع؟ أشعر بالإثارة. هل سنذهب أم لا؟ يلا بينا. سنذهب، لست مستعدا بعد ليلة نذهب. إنها خطة مجنونة يا باسم، ولو افترضنا أنك نجحت ورحبوا بك في صفوفهم، فماذا بعد ذلك؟ هل ستنسانا؟ بالتأكيد لا. أنت خايفة يا نهال؟ إن مصلحتهم هي مصلحتنا، أنت وأنا وسائر المنبوذين الذين يقيمون في الشوارع ويعيشون على الفتات والمياه القذرة. بوسعي أن أكون الأداة التي تنتشلنا من بؤس تلك الحياة، الأداة التي تجعل جاسم يحسن استخدام مواهبه ليكون حرفيا خبيرا، أداة تضمن ألا يتعرض الرجال الصالحون للنبذ مثل ما تعرض أبي، وتبدد حيرة الأطفال وخوفهم مما يحمله الغد لهم. ده طلع صاحب رسالة. لكنك ترسم صورة لعالم لا وجود له. كنت فكرك حرامي عادي. أعرفك الرأي في هذا. قصر الشتاء. طنط نهال. قصر الشتاء. هيا من هنا. خلفك مباشرة. ستار. تحياتي يا باسل. حبيب قلبي، قول للحراس اللي هناك بقى ان انا باسم حرامي شريف. والله طلع صاحب رسالة. وصلنا، لننتظر حلول الليل. حلول المغرب لسه. الا يذكرك مكان وقوفك بذكريات جميلة؟ بالك انت بتكرش عليا ولا انا هالك؟ كنا نعد غنائمنا في هذا المكان في وقت مشابه لهذا الوقت تحت جنح الليل، حينها كانت المخاطر اقل، وكذلك كانت الغنيمة. حسنا، قبل ان تطالب بغنيمتك يجب عليك الوصول اليها، وكما ارى سيتطلب هذا الامر قدرا من الابداع. يمكننا تفقد البوابة الامامية. واخبرني الى ما سيؤول الامر. إلى أين أنت ذاهبة؟ لدي فكرة ذكية، إذا لم يكن لديك مثلها فيجدر بك أن تتبعني. مهلا. تهزرش.
تسلل الى قصر الشتاء المستترون بحاجه الى سرقه صندوق رصد انا من فاهم انا كنت معاكم من شويه كيف تدخل القصر لكن ربما توجد طرق اخرى للتسلل بهدوء الى هذا المكان المشدد الحرس اسرع طريق للتسلل القصر حاضر نمشي ورا نهال ولا نحاول نهال هل تتبع خطايا يا باسل اتبع خطاك يا عمر جدا أعلم أنك تكرهين أن تكوني وحيدة أنا عايز أسأل نمشي ورا نهال نمشي ورا نهال ولا نحاول نكتشف إحنا الطريق لوحدنا اكتشف سلام بقول لك نهال بس أنت عتزيتي أنا عارفك زياطة اكتشف ليه يا جماعة ما نمشي ورا نهال مش معبر أمك شايف نمشي ورا نهال ذهبت نهال يا لهوي السلام عليكم ممكن انتش حضرتك في المره كده احنا ماشيين يعني تسلم الايادي مشبك حديدي ايه تكتشف انه اتسرق اوكي تعمل ايه يا اسطى ده شكله ما بيتقتلش ده تعال تعال الزم الصمت الان كفاءة نينا بالظبط كده وفين بقى المدخل بتاع المحروقة اللي احنا فيها دي انا شايف صندوق اهو استنى ما تحورش ما تحورش هذا لصالحك انها بقوم بالصندوق بس مش هو ده الصندوق اللي احنا جايين له والله اتخضيت من البتاع اللي واقف ده ده مع مفتاح ده تعالى بالله عليك تعالى ايوه تعالى شوف بلا مهلا بلا سهلا اقعد بقى ساكت خذ قيلولة قصيرة ولكن ليس اكثر من اللازم كده ده خد القيلولة دول هيشوفوني اهي استنى احنا ورانا حاجة احنا قاعدين نسمع البنات وهي بتستحمى اهو الدنيا حلوة مفيش مشكلة سلام يا شباب شاف حاجة هل وجدت مفتاحا؟ عيب عليك يا نهولة وما احتجتكيش والله يا بس يبدو الخليفة مضطربا وجود ابن عنيد لا ييسر الأمور الفتى متحمس إنها أول مرة له في القصر فليتجول كيفما شاء برأيه ينبغي أن يكون هذا البيت مختصرا عليها. أهم هيا. من هنا. الخليفة في انتظاركم. أوبا. وصلوا يا مولاي فلتخرجوا جميعا ده المتوكل سألتقي بهم وحدي وده ابنه اسمح لي بالبقاء خذوه ايه المعاملة القذرة دي هذه الصندوق الأسود اهو لن نستطيع إخراجه من القصر إذا سأضطر إلى أخذ ما بداخله أيها السادة مرحبا كل شيء مرتب ايوه ايه اللي في الصندوق بقى عشان هموت واعرف اعلم ان لهذا شانا كبيرا عندكم فلتطمئنوا الى بقائه مصونا هنا هنسرقه حالا لن نرضى باقل من هذا سننجز اعمالنا ونعود اليك عندما نكون على استعداد استعد ايها الخليفه ايمكنني رؤيتها مره اخرى محتوياتها لحماية الصندوق بأرواحنا فيجب أن نعلم لم تر شيئا من هذا ولم تقل شيئا إيه ده؟ الخليفة خايف؟ مفهوم؟ نعم بالتأكيد انسى ما قلته حانت فرصتنا حانت إيه بس؟
هناك شخص قادم. كوميشن هيل، وأنا بياع ترشي. من هنا المكان آمن. لم أتخيل أني سأدخل هنا قط. انظر إلى هذه الأقواس، يمكنك نصب قطعة منها وبيعها مقابل الكثير من الذهب. بينا نسرق المحتويات. لا بأس يا باسم، افتح اسرق اهرب. أفرم عليك أسرع باسم. ايه بقى ده يا باسم؟ باسم ايه ده؟ اعطني هذا. يا نهار اسود، الخليفة قفشنا. ألديك فكرة عما سيفعلونه بي؟ أرجوك أرجوك سامحني. هذا خطأك. توقف أرجوك. أيها اللص الحقير. عتيت الخليفة. لا أركض. نهال انتظري. أبتا أمشي. كل فتى شو كل فتى يفلى ياد يا باسم. يالي فلى ياد يا باسم. انت استنى يا باب. شكرا يا شباب والله العظيم. هربوني من هنا. يا نهار اسود على الغباشة. باي باي حراس. قتلنا الخليفة. قتلنا الخليفة يخرب بيوكم. ماذا؟ ما لديك؟ خش هنا بقى، استخبى هنا بقى. انت ما ملعتش أساساً كريد قبل كده ولا ايه؟ في حد لسه ورايا ولا ايه؟ عد الى المخبأ. فين المخبأ؟ مقص نهال. لقد ما الذي كانت تفكر فيه؟ نهال فلقت. نهال اختفت. يجب ان احضر عليها. من المحتمل انها عادت الى الديار. هذه النيلة. نهال هل أنت هنا؟ حد شايفني؟ المفروض كده أنا هربت. أنا هقصر. أنا مش خلاص كده؟ على دي فايبس فشخ. ما ده اللي انا بقوله من اول اللعبه. طب ايه يا جماعه، ما انا هربت اهو. اللي كان نهال زروش هيسبلك. نهال قتلت الخليفه. رايي في اللعبه تحفه، والاداء الصوتي في حته تانية. غريبه البتاع اللي مش فاهمها دي بتعمل ايه. انت كل مره بترميها على الارض ليه؟ يعني ايه اللي ايه الجديد يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ لا هذا يكفي. الحلم تاني ولا ايه؟ بحقك ما الذي تريده مني؟ اهدى اهدى يا باسم. خلاص اقتنعت انها راجل. نهال ايه يا عم؟ ليس بالضبط. انت بخير؟ جيد، لانني اريد منك اخباري بشان هذا. لا اعلم ما تقصدين. قل لي ما الذي حدث. لاجبن الصمت ليس في صالحك الان. لا اتعمد الصمت، لكنني لا استطيع شرح ما رايت. تلك الاداه كان لها تاثير علي. لقد كنت في مكان اخر مفزوعا واشعر بالبرد.
وقبل أن أدرك الأمر انقض الخليفة علي وأمسك عنقي بيديه. كان حادثا، لم أقصد أن، ما أردت إلا المساعدة. علينا إخراجك من هنا، لدي قارب في الميناء الغربي. ماذا؟ لا أستطيع المغادرة، يجب أن أعثر على نهال. كف عن هذا وفكر يا باسم، حرس الخليفة يبحثون عن قاتله، إنه لص شاب أوصافه كأوصافك، لن يتوقفوا عن البحث حتى يعثروا عليك، وحين يفعلون لن يلقوا بك في زنزانة بل في قبر ضحل. سأمنحك فرصة ثانية، استغلها. كانت 40 جيجا. نهال، درويش، جميعهم في خطر. عم تيزا جدعة والله، تيزا. الجنود يضاربون كل من يشبهون. أظن حظ. ارجع 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 يا ابني ارجع. لن نكفي شفقة يا رجال. هل هذا أبصل شوية اللي كله أبصل له الأرض. لن أكون بأمان حتما إذا لم أضلل أولئك الحراس. سلام عليكم. بالله عليك بالله عليك. يا جدعان بالله عليكم سيبوني في حالي. ها أنت زي إيه وزفت إيه. كلب جبان. أنا كلب جبان فعلا. عم درويش عم درويش شكرا. اوف باسم باسم تجنب النظر. ده جاهل ده. لم يكن بوسعنا فعل شيء. لا شيء. لو بقي الخليفة حياً لما حدث هذا. انتبه إلى أين تشير بإصبع الاتهام باسم. سرقة الصندوق من القصر فكرتك، لأنك أردت إعجاب أصدقائك الماكرين. ما فعلته أنقذنا. أنت قتلتهم، أنت من فعل هذا. أنا من تلك الجهة. أرجو ألا أراك مجدداً أبداً. بسرعة. كلهم ماتوا بينما كانوا يسعون لمعاقبتي. أنا لا أستطيع البقاء هنا، لا أستطيع. طب هم قتلوا العيال الصغيرة دي ليه؟ كانوا يقتلوا درويش بس. أنا ما شفناش جثة درويش، حد خد باله درويش مات ولا لأ؟ السلام عليكم يا شباب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايف إن إحنا نمشي من فوق شوية؟ أنا هربت أوريدي. ناخد المركب ونهرب. توقف. هذا هو. أعتقد ذلك. الحقيني يا روشان. إجابة كافية. تحرك. ما الذي تفعلينه؟ لا تفكر. اوه بيبي ايكونيك. ده وقع غلط يا جماعة. ولا ايكونيك ولا حاجة. ده وقع غلط. اوكي.
بيت أحلامك. وده كان فيديو النهاردة من أساسن كريد ميراج. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب, واشوفكم الفيديو اللي جاي. و سلام. الماني سي بي ام الباير, هو ايه مفيش الا البايرن ولا ايه؟ جنابري اسمه ايه؟ اوكي كيميتش. كيميتش ده ايه ده يا كارن؟ حلو قوي. يبقى نفتح في 350 خلاص. الرخيص كان احسن فعلا.